حضرتك طلبتني. ايه كنت بسألك عن مرام، وينها؟ اعتذرت النهارده، بتقول تعبانه. تعبانه ايش فيها؟ القسم كله زعلان على وفاة بلسم. ارجع لك على الادويه بعد شويه. بالمناسبة أنا بلسم، شكل العصفورة ما قالت لك عني. أدري اسمي غريب صح؟ أبوي مدرس لغة عربية الله يرحمه سماني بلسم أول ما صرت ممرضة، قال لي وأخيراً أصبحتي اسماً على مسمى. لو مسميني ذهب ولا ألماس هو أحسن، ولا فلوس مثلاً. أنا اللي بيفهمها بس إن شاء الله حاجة كمان هالبهدلة. يا أخي أحب شغلي وش أسوي؟ هذا تصدق حمد؟ بس تسمع المريض يدعي لك بعد ما تعالج والله إنك تنسى كل شيء. بالله مو حلو هالشيء. إلا حلو حلو. بس احنا نخاف عليكم من غث المستشفيات. اوه كيوت. يا اخي الغث بكل مكان، ما هو بس بشغلنا. وبعدين مو كل شغل يخليك تحس انك مهم في حياه الناس، صح؟ لعمد شلونك؟ الحمد لله بخير. بلغاني زملائك عن بلسم. الله يرحمها يا رب. الله يرحمها ويغفر لها، عظم الله أجركم. والله بعمرك يجرنا وجرك. انت شلونك طيب ان شاء الله؟ انا ان شاء الله راح اصير بخير. الحمد لله عليك الحال. كيف تداومين؟ بداوم بكره ان شاء الله. قبل طلعت من المستشفى انا بداوم. حمد اخوي، انتبه لنفسك. ان شاء الله.